بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا موضوع مهم جدا اللي هو موضوع الفيو. فالتاب فيو هدية تمكنك انت كمستخدم من رؤية المستند او المصنف بشكل كامل، بحيث لو في اخطاء في الهامش مش ظاهرة ممكن يتم تصحيحها. كذلك يمكنك من تعديل الهيدر والفوتر اللي حنتكلم عليهم ان شاء الله باذن الله في حصص تالية ان شاء الله. فاحنا بمجرد ما خشينا على الفيو تاب، الوضع الاساسي اللي هو النورمال فيو اللي حيبين لك الاعمده والصفوف والخلايا بشكل واضح. الجزء الثاني اللي هو البيج بريكر حيبين لك فواصل الصفحات، يعني لو عندك اكثر من صفحه في حاله البيج بريكر هنا حيبين لك كم عندك صفحه في المستند تاعك انت، وتقدر تتحكم في الصفحه بحيث ان تزيد في الحجم تاعها او تنقص في الحجم تاعها، بحيث ان الجدول يكون ضمن مكونات الصفحه الاولى ضمن مكونات الصفحه الثانيه وهكذا. يعني الجدول هذا ممكن ينقسم جزء يكون في الصفحه الاولى جزء يكون في الصفحه الثانيه زي ما تلاحظوا قدامكم. ولو ردني على النورمال فيو حيبين لي الاعمده والصفوف، ومش حيبين لي الفواصل نتاع الصفحات بشكل دقيق زي ما كان في البيج بريكر او فواصل الصفحات. الجزء الثالث هو البيج لي اوت، هذا تخطيط الصفحه، وبالتالي تقدر تشوف منه الصفحه بشكل عام. مثلا اذا كان فيها هامش، لانك لاحظتوا في النورمال فيو شباب ما اعطانيش منطقه الهامش فوق اللي هي الهيدر والفوتر، لكن لو جينا للبيج لي اوت حيبين لي كل الصفحه بما فيها الهوامش زائد الهيدر ومنطقه اللي هي الراس ومنطقه الديل في الصفحه اذا كان يعني نبي نعدل في الهيدر والفوتر. شباب هي اللي هي هنا كان نبي نعدل في الهيدر والفوتر زي ما تشوفوا قدامكم، وكيف نقدر نتنقل بيناتهم بين الهيدر والفوتر، وكان نبي نكتب نص معين في الهيدر والفوتر. هذا اللي له علاقه بالفيو، احنا مش موضوعنا تو اليوم الهيدر والفوتر، ما هي الفيو فقط. الفيو اذا عباره عن امكانيه تغيير عرض الصفحه بحيث يناسب الوظيفه اللي انت تشتغل فيها. الوظيفه الاساسيه وظيفه الديزاين او التصميم او بناء الجداول او الكتابه او وظيفه الادخال حتكون في النورمال فيو. لو انت تبي تطبع الصفحه قبل ما تطبعها ننصحك انك تمشي للبيج بريكر، تتاكد ان الصفحه هذه خيرها، الصفحه هذه هل هي جدولك زي توا هنا مقسوم لاكثر من صفحه، جدولك تبيه في صفحه واحده، جدولك تبيه يكون في اكثر من صفحه، تبي تغير الاتجاه بتاع الصفحه اللي هي من بورتريت الى لاندسكيب، وهل هذا يناسب الجدول بتاعك انت وهكذا. تمام، هذا اللي ليه علاقه بالفيو. حنرد على النورمال شباب، وهذا اللي تكلمنا عليه احنا في العنصر بتاعنا. اذا تكلمنا شنو شباب، احنا تكلمنا عليه الفيو تاب بالضبط. شنو تكلمنا فيه الفيو تاب؟ قلنا عندي امكانيه اني نضغط عليه اكثر من مكان. المكان الاول هو النورمال اللي يسموه فيه الديزاين، اللي يبين لي اليه التصميم للصفحه. تمام، وشن يبين ثاني؟ يبين لي كل الاعمده والصفوف والجداول. لكن الفرق بينها وبين اللي اوت ان اللي اوت شن يبين لك؟ يبين لك حتى الهامش. تمام، ويبين لك منطقه الهيدر والفوتر، بينما البيج بريكر يبين لي فواصل الصفحات باش نقدر نتحكم في الفواصل نتاع الصفحات ونبينهم بشكل افضل. اعتقد لعند هنا خلاص ما عادش في كيف نزيد اكثر من هيك. ما تنسوش ديما شباب لازم توقف الفيديو في المكان المناسب. لو انت المعلومه هذه ما عرفتهاش خلاص لازم يوقف الفيديو هنا. نوقف الفيديو نعاود نراجع كلمه او اثنين او ثلاثه، وبعدين نحاول ننفذ الفيديو من جديد او نتبع الفيديو ونمشي مع الفيديو مره واثنين ثلاثه لغايه ما تثبت المعلومه عندي. ما تنساش السيف، خلاص كملنا شغلنا ما ننسوش السيف. الجزئيه نتاع الكوستم فيو حنخليها باذن الله في درس ثاني مستقل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.